بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا لموضوع الخواص الكيميائية للألكانات، بنتكلم عن استخدامات المشتقات الهالوجينية للألكانات. المشتقات الهالوجينية للألكانات لها استخدامات كثيرة، منها أنها تستخدم كمخدر، وممكن تستخدم في التنظيف الجاف، وتستخدم في إنتاج الفريونات اللي احنا بنستخدمها في شحن الثلاجات، في شحن التكييفات، في شحن تكييفات السيارات وما إلى ذلك. فتعالوا نتعرف بقى يعني ايه مشتقات الهالوجينية للألكانات. الأول احنا تكلمنا عن مشتقات الهالوجينية للألكانات في اللقاء السابق، وشفنا ازاي الهالوجين بتفاعل مع الألكان، وقلنا دي بيسموها الهلجنة بالاستبدال، وعرفنا ازاي بيتم استبدال هالوجين مكان ذرة هيدروجين في مثال تفاعل الكلور مع الميثان. فأي وقلنا كمان مثال للهالوجينات اللي هي الكلور والبروم واليود والفلور، وأي من هذه الهالوجينات تستطيع التفاعل مع الألكانات، وبنسم ممكن ينتج من هذه التفاعلات المواد التي نستخدمها في الفريونات، نستخدمها في التنظيف الجاف، نستخدمها كمخدر في العمليات الجراحية وما إلى ذلك. أولا يستخدم مشتقات الهالوجينات تستخدم في كمخدر، ومنها ثلاثي كلوروميثان. عارفينه فاكرينه؟ ثلاثي كلوروميثان يعني ثلاث ذرات كلور حلت محل ثلاث ذرات هيدروجين في الميثان، يعني المفروض CHCl3. وقلت لكم خلي بالكم المركب ده هنستخدمه فيما بعد، اسمه الكلوروفورم، فاكرينه؟ وإزاي حصلنا على الكلوروفورم بعد ثلاث خطوات من التفاعل مع الكلورين؟ أرجوكم لو مش فاكرين ارجعوا للقاء المرة الماضية. هذا المركب اللي هو الكلوروفورم وجد أنه غير آمن في استخدامه كمخدر، لأنه الجرعات غير الدقيقة، لما بكون يعني ما بكونش فيه دقة في تقدير الجرعة بتتسبب في وفيات كثيرة. لأنه عندما أستخدم جرعة قليلة وأزودها شوية تبقى فيها مشكلة كبيرة، علشان كده قل استخدامه ولا يستخدم كمخدر. كان الأول زمان كان يستخدم، أما الآن يستخدم مركب. لو أنتوا فاكرين التسمية النظامية اللي هي الأيوباك، مركب يسمى 2 برومو 2 كلورو 1 1 1 ثلاثي فلورو إيثان. يعني ايه 2 برومو و2 كلورو 1 1 1 ثلاثي فلورو إيثان؟ خلي بالك إيثان يعني عندي ذرتين كربون فقط. طيب على ذرة الكربون واحد موجود ثلاث ذرات فلور، وعلى الكربون رقم 2 موجود ذرتين ذرة كلور، وموجود على ذرة كربون رقم 2 أيضا ذرة بروم، ذرة واحدة بروم وذرة واحدة كلور على الكربون رقم 2. أما على الكربون رقم 1 موجود ثلاث ذرات فلور. تعالوا نشوفوا كده، اهو المركب ده. مش ده يا جماعه، ما تستغربش الاسم، ما الاسم انت عرفته. لو انتوا فاكرين التسميه النظاميه يا جماعه، وقلت لكم يوميها ان التسميه النظاميه دي من اهم التسميات في المركبات العضويه، لان تسمى منها جميع المركبات. هذه كربون وهذه كربون، والكربونة دي عليها فلور، عليها كم فلور؟ 3، يبقى ثلاثي فلورو. والكربونة التانية عليها بروم وكلور،
يبقى كام بقى؟ على 2 بروم وكلور، يبقى 2 بروم و2 كلور وواحد واحد ثلاثي فلورو إيثان. سهل لو انت متبع قواعد التسمية جيدا. وممكن نكتبه بصيغة اللي هي قلنا صيغة البنائية المختصرة CHBRCL، CHBRCL، وسي التانية عليها 3 ذرات فلور، أو أجمع ذرتي الكلور مع بعض. بس يفضل هذه أو هذه على أساس إنك تبقى فاهم أكتر، مجمع الموضوع أكتر. وعلى فكرة ده جاء في امتحان من امتحانات قريبة، ياريت ناخد بالنا من الصيغ البنائية للمركبات المشهورة. ده المركب ده هو الأكثر أمان، ويطلق عليه التسمية العامة الهالوثان. عايز تفهمه تكتر، اوعى تنسى أبدا هالوثان. يبقى تسمية نظامية وفي تسمية عندك تسمية عامة يطلق عليه الهالوثان، وهو أكثر أمانا، وهو الذي يستخدم كمخدر الآن بدلا من الكلوروفور. يبقى إذن أنا استخدمت الآن مشتقات الهالوجينية. فين المشتقات الهالوجينية يا عم؟ هذا مش دم، ده مشتق هالوجيني. CHCl3 ده مشتق هالوجيني. CHBrClCF3 ده مشتق هالوجيني من الألكانات، ده مشتق من الميثان اللي هو الكلوروفور. أما الهالوثان مشتق من الإيثان في ذرتين كربون. أيضا استخدامات مشتقات الألكانات ممكن أستخدمه في التنظيف الجاف، وممكن أستخدمه في الفريونات. في التنظيف الجاف ممكن أستخدم مركب اسمه 1-1-1 ثلاثي كلورو إيثان، يعني مشتق هالوجيني من الإيثان. هذا الإيثان ذرة كربون عليها 3 ذرات كلور، وذرة كربون عليها 3 ذرات هيدروجين. ليه 1-1-1 ثلاثي كلورو؟ لأن على الكربون أحد ذرات الكربون موجود 3 ذرات هيدروجين. ما قالش مباشرة ثلاثي كلورو إيثان ليه بدون 1-1-1؟ لأن ممكن الكلورين دي أو الكلور دي تبع الكربون الثانية، يبقوا 3 برضو، يبقوا 2 هنا 1 هنا، يبقى ثلاثي كلورو. ولكن بيحددوا بيقول تحديدا 1-1-1 ثلاثي كلورو إيثان، وده بيستخدم في التنظيف الجاف. الأول يعني إيه تنظيف جاف؟ تنظيف جاف يعني بدون مية، يعني بنظف بدون ماء. هذا هو الصيغة البنائية لمركب 1-1 ثلاثي كلورو إيثان. الصيغة البنائية، لا الصيغة البنائية المختصرة طبعا، دي صيغة بنائية أيضا. احنا قلنا بقى يعني ايه تنظيف الجاف؟ يعني تنظيف بدون ماء. بجيب مذيب عضوي ويكون سريع التطاير زي المركب 1-1 ثلاثي كلورو إيثان. يبقى له ميزتين، يستخدم مذيب عضوي بدلا من الماء في التنظيف الجاف، وميزة انه بيزيل البقع وبينظف كويس، إزالة البقع وتنظيف الجيد. نمرة 2 انه سرعة الجفاف، بيجف بسرعة ما بياخدش وقت زي المي، وطبعا التنظيف افضل. فالتنظيف الجاف اللي هو تنظيف بدون وجود ماء، وهو يستخدم فيه طبعا بيستخدم مركبات كثيرة، ولكن المثال لكم 1-1-1 ثلاثي كلورو إيثان. بالنسبة للفريونات في مركبين، مركب اسمه رباعي فلورو ميثان. انتوا فاكرين لما احنا فعلنا الكلور مع الميثان وحصلنا في الاخر على في اخر تفاعل في الخطوة الرابعة على مركب اسمه رباعي كلورو ميثان؟ هو ده زيه، بدل الكلور فلور، رباعي فلورو إيثان هو CF4، رباعي فلورو إيثان. مركب تاني اسمه ثنائي كلورو ومعهم ثنائي فلورو ميثان.
طب ليه قال كلورو قبل الفلور؟ لان حرف السي في الكلورو الانجليش قبل الاف في الفلورو، فيبقى ثنائي كلورو، عندي اتنين كلور وده اتنين فلور، يعني الميثان ذرتين هيدروجين منهم استبدلوا بفلور وذرتين هيدروجين استبدلوا بكلور، يبقى ثنائي كلورو ثنائي فلورو ميثان، وهذا المركب الاكثر شهره والاكثر استخدام في الفريونات للثلاجات وتكييفات السيارات وما الى ذلك، وده هو المركب الاشهر يعني، وده الصيغه البنائيه له الصيغه المختصره. تستخدم الفريونات في اجهزه التكييف والتكييف الثلاجات طبعا، يعني ما عارفين الكلام ده، الفريون يقول لك انا هشحن فريون، فاكر عارفين مواد دافعه للسوائل والروائح، يعني بتزيل السوائل والروائح الكريهه، منظفات للاجهزه الالكترونيه، يعني اكيد انتوا عندكم جايبين منظف لللاب، منظف للتلفزيون، دي المنظفات اللي بتستخدم في الاجهزه الالكترونيه. ايضا تستخدم الفريونات بكميات كبيره، تستخدم كتير جدا طبعا، السوق مليان فريونات. ليه بقى؟ ما يعني ممكن تتسأل هنا ليه تستخدم الفريونات بكميات كبيره؟ اولا لرخص ثمنها، سهوله اسالتها، يعني تحولها الى سائل من غاز الى سائل، يعني بتتضغط غير سامه طبعا، ودي شيء مهم جدا، وما لا تسب تاكل للمعادن. يبقى كان بقى سبب رخص الثمن، سهله الاساله، غير سامه، لا تسبب تآكل معانا. عندك أربع أسباب لاستخدام الفريونات بكثرة، وممكن يجي لك أسئلة كتير، بس فيها عيب اللي هو بتسبب تآكل طبقة الأوزون، عشان كده اتعملت اتفاقية في 2020 لعدم استخدام مثل هذه المركبات، لأنها طبعا تأكل طبقة الأوزون، تسبب تآكلها، والأشعة الفوق بنفسية تنفذ إلى طبقة الأرض. من ضمن الأسئلة، علل استخدام الفريونات بكمية كبيرة أو تستخدم الفريونات بكثرة؟ رخص ثمنها، سهولة إسالتها، غير سامة، ولا تسبب تآكل المعادن. اتفاق دولي يحرم استخدام الفريونات بداية من عام 2020. أنا وطبعا ما حدش بيسمع عن اتفاق دولي ولا حد بيسأل، لأنها تسبب تآكل طبقة الأوزون التي تقي الأرض من أخطار الأشعة فوق البنفسجي. سؤال بقى ممكن بقى يجيب لك سؤال شامل، يبقى يعني يحير وتاخد بالك منه قوي. بين مدى أهمية هلجنة الألكانات في حياة الإنسان. إيه أهمية هلجنة الألكانات؟ هل هلجنة الألكانات لها أهمية؟ بحضر المخدر، وبحضر مركبات تنظيف الجاف، وبحضر منها الفريونات، تتكلم عن كل واحد وتديله مثال، يبقى انت جاوبت الاجابه الصحيحه. نشوف التكسير الحراري الحفزي، ما ده من ضمن التفاعلات الكيميائيه. ايه التكسير الاول؟ تكسير يعني ايه؟ يعني بكسر حاجه، بجزئها، بدل ما هي كبيره او ضخمه اصغر حجمها. يبقى هي ان انا بصغر الالكانات الطويله السلسله، يعني في الكانات طويله السلسله 8 ذرات كربون، 18 ذره كربون، 10 ذرات كربون، 20 ذره كربون، اللي بيبقى استخداماتها ضعيفه، لان الالكانات اللي عدد ذرات كربون فيها كبيره جدا ما بتبقى عديمه الاستخدام، فبيعملوا تكسير حراري اثناء تكرير البترول، بيكسر السلسلة الطويلة دي ويحولها إلى مركبات جزيئات أصغر، وتبقى أسهل في الاستخدام وأكثر استخدام. يعني إيه؟ يعني عندي جزيء كبير هيدروكربون، ألكان هيدروكربون، ما ليس له استخدام، فأجابوا هذا المركب وبدأ يكسروه عشان يحصلوا منه على مركبات أصغر وافيد تفيد البشريه، بدل ما بترمي ولا يستخدم في شيء. فاذا التكسير الحراري
هو تحويل الالكانات، التكسير الحراري طبعا الالكانات انا اقصد، طبعا بيسموه التكسير الحراري الحفزي، الالكانات طويله السلسله وتحويلها الى جزيئات اصغر واخف واكثر استخدام. بيعملوها ازاي بقى؟ بتكسير حراري حفزي. يبقى تكسير حراري حفزي، وهنعرف يعني ايه تكسير حراري حفزي. يبقى بيحولوها الى الكانات سلسله قصيره، يبقى هي الكانات اصلا بس سلسله كبيره، بيصغرها، بيصغر الالكان، بدل ما يبقى 10 دار كربون يخليهم 3، خليهم 4. والكينات ايضا سلسله قصيره. طيب هنشوف الاول الالكانات. سلسله قصيره تستخدم كوقود السيارات زي الديزل، زي الجازولين والكيروسين والمركبات اللي هي اجزاء اللي هي ذرات الكربون فيها عدد قليل. برضو الالكينات بيبقى بتحول الى الكينات سلسله قصيره، وزي الايثين والبروبين والبيوتين المركبات دي تستخدم في منتهى الاهميه في البتروكيماويات. الايثين والبروبين والبيوتين، وانتم عارفين تسمعوا كتير جدا عن البولي بروبيلين، هو طبعا البروبين اللي هو البروبيلين، والايثين اللي هو الايثيلين، والبيوتين اللي هو البيوتيلين، الاسماء العامه دي، الاسماء دي، ده الايثين والبروبين والبيوتين، ده الاسم النظام. والمركبات دي لاهميه عظيمه جدا في صناعه البوليمرات، ودي بنصنع منها البوليمرات. وتسمعوا انتم عن صناعه البتروكيماويات، ولاي دوله متقدمه في صناعه البتروكيماويات تجد البلد متقدمه في كل شيء. اذا التكسير الحراري اللي هو ثيرمال كراكينج، ثيرمال كاتاليتيك كراكينج، مثلا جزيء كبير زي ده كده، شوف فيه كم ذره كربون، 1 2 3 4 5 6 7 8، اسمه ايه بقى؟ تمام، اسمه اوكتان. برافو عليكم ما شاء الله، ده انتوا مذاكرين. اوكتان في كم ذره كربون بقى؟ 8 فيهم كم ذره كربون؟ من غير ما في ذره كم ذره هيدروجين، من غير ما تعد، ها 18، لانه سي 8 اتش 18. بعمل تكسير حراري حفزي، تكسير حراري حفزي. برضه هنقول امتى، هنقول ازاي. بتحول الى الكان والكين، طبعا الكان صغير والكين اصغر منه، ده الاوكتان اللي هو سي 8 اتش 18. بتعمل فيه ايه بقى؟ بتعمله تكسير، بتعمل الاوكتان ده تكسير، والتكسير ده باستخدام حراره وضغط. حراره يبقى التكسير حراري، يبقى حراره، يبقى التكسير الحراري ايه؟ تكسير حراره، يبقى لازم استخدم حراره مع ضغط. وبعدين بيقول لي حفزي باستخدام عمل حفاز، يبقى التكسير الحراري الحفزي. ليه سميناه تكسير؟ لانه بيقصر الجزيئات الكبيره الى جزيئات اصغر. ليه سموه حراري؟ لانه بستخدم حراره وضغط. ليه سموه حفزي؟ لانه بستخدم فيه عوامل حفازه. يبقى التكسير الحراري الحفزي من استخدام العوامل اللي انا بستخدمها في التفاعل، بستخدم حراره وضغط، بستخدم عامل حفاز. اذا هذا الاوكتان، خلي بالكم بقى ميزته جميله جدا، انه سي 8 اتش 18 بتقسم 2، بتقسم سي 4 اتش 8، سي 4 اتش 8 اللي هو ايه؟ البيوتين، لانه هتلاقيه الصيغه العامه بتاعه 2 ان او سي ان اتش 2 ان، يبقى 2 في 4 بكام؟ 8، ده الالكين. اما الالكان سي ان اتش 2 ان زائد 2، يبقى 2 في 4 ب 8 و 2 10. يبقى اذا الاوكتان اللي كان كبير ومالوش استخدامات حصلنا منه على بيوتان وبيوتين. طبعا ده مثال يا جماعه، ده اصغر مثال، لكن بقى شوف بقى عدد ذرات الكربون الكبيره اللي بتبدا من 12 و14 و16 و13 و20 وما الى ذلك. فبيحصل ده حصل منها على مركبات كثيره جدا. وعلى فكره من المركبات اللي بتحصل على
القناه كبيره السلسله دي اهمهم الايثيلين او الايثين، تلاقي دائما ايثين ينتج وميثان، ايثين وميثان من اي الكين من اي الكان بتكسر. طيب ايه الاهميه الاقتصاديه بقى للالكانات؟ احنا عرفنا التكسير الحراري، احنا استفدنا من التكسير الحراري ازاي احصل على مركبات من مفيدة من مركبات غير مفيدة من الألكانات. تعالوا بقى نشوف يعني إيه الألكانات لها أهمية اقتصادية. قال آه ليها وفعلا ليها ألكانات لها أهمية اقتصادية. هنتكلم عن حاجة واحدة فقط من الألكانات، هو الميثان. الميثان له ميزتين مهمين جدا. الميزة الأولى الحصول على مركب اسمه الكربون المجزأ. يعني إيه كربون مجزأ؟ كربون بس، كربون فقط، وبيبقى كربون بودر اللي هو المجزأ، يعني بودرة يعني ناعم. كربون بس يعني بتحصل على كربون فقط، وبيسموه الكربون الاسود لانه لونه اسود او اسود الكربون. هذا هو الميثان. مش ده الميثان؟ وعارفين انه غاز طبعا. الكلام ده بتعمل بقى تحت درجة حرارة عالية جدا. تحت كام يا عم؟ 1000 درجة مئوية. لا يا سيد ما تقوليش بقى ده احتراق. احتراق يا جماعة، احنا مش احنا كلمنا يا جماعة قبل كده عن تفاعل الاحتراق، وقلنا له شروط. ايه هي شروط الاحتراق؟ شروط الاحتراق وجود حرارة، وجود نار، وفي وجود الاكسجين. يعني انا ارجو ان انتم ما تحكموش على اي حاجة من 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 على الباب كده من بره بره، لا ارجو اقرا كويس واشوف التفاعل وبعدين احكم على هذا التفاعل. احنا قلنا الاحتراق هو له شروط، ارجوكم ركزوا. اولا وجود حراره، ونمره اثنين وجود وفره من الاكسجين. يبدا الاحتراق او الاشتعال. لكن بالنسبه لهذا التفاعل يا جماعه بتمتعت 1000 درجة مئوية، بوجد حرارة صحيح، ولكن بمعزل عن الهواء، في غياب الهواء. انت فاكر لما قلت لكم المرة الماضية ولع ورق وبعد شوية حطها على الرخامة ونكس عليها كاس او كباية واستنى ثواني كده هتلاقي الورق انطفأ، النار انطفت، لان انت عزلت عنها الهواء فمنعت الاحتراق. هنا مش احتراق بقى، ده تكسير. ده تلاقيه بيقص بفرتك، عفوا في التعبير، يعني بفرتك الميثان، بيكسره نصين. تلاقيه عطى كربون، عطى الكربون بقى لوحده والهيدروجين لوحده. أنا عندي كم ذرة هيدروجين؟ 2. عفوا كم ذرة هيدروجين في الميثان؟ 4. يبقى إذا هيطلع 2 جزيء هيدروجين. الناتج بتاعي هيبقى 2 جزيء هيدروجين، يعني 4 ذرات هيدروجين، ويبقى جاهز. الكربون بيبقى صولد بقى، صلب، بيسموه الكربون. طبعا ده الهيدروجين ده بيسموه بقى كربون مجزأ او اسود الكربون. طب ايه فايدة اسود الكربون يا عم انت؟ فين بقى الناحية الاقتصادية اللي في كده؟ ان انا اروح اسخنه عند 1000 درجة وبمعزل على الهواء ويكلف تكاليف، ايه الفايده؟ قالوا فايده كبيره. استخدامات اسود الكربون صناعه اطارات السيارات، اي حاجه بيطلع بقى لونها اسود اتكلف بيها. صناعه الصبغه في الحبر الاسود والبويات، يعني الحبر الاسود ده من اسود الكربون. صناعه اطارات السيارات ايضا، ورنيش الاحذيه اللي كلنا بنستخدمه. فاذا دي من ضمن اهميه الاقتصاديه للميثان. واحنا قلنا كمثال للالكانات هنتكلم عن الميثان فقط. الحصول على الغاز المائي، بحصل من الميثان على الغاز المائي او تحضير الغاز المائي. ايه الغاز المائي ده؟ في حد سمع عن الغاز المائي؟ انت هتسمع عنه. هذا الميثان صح، واضيف عليه ايه بقى؟ بخار مي بس كده ليولع ده. ما انت بتعمل التفاعل بقى وتاخد، تكون حريص عند كام درجه. لا دي اسف دي عند 750 درجه.
دي 750 درجة يا جماعة، درجة مئوية وليست 1000 درجة مئوية. تمام؟ علشان بس من ايه؟ ما نخلطش بين الاثنين. بصوا بقى، هتبص تلاقي الكربون خد الاكسجين وخرج، الكربون مع الاكسجين ويخرج يعطي اول اكسيد الكربون. يبقى عند درجة الحرارة دي بتبص تلاقي وجود عامل حفاز مش معزل عند هواء. انا كنت بسخن الميثان بمعزل عن الهواء لوحده عند 1000 درجة، لكن هنا بسخن الميثان مع المية، طبعا هو بتصبح بخار عند 750 درجة مئوية في وجود عامل حفاز وليس بمعزل عن الهواء. لا مش مهم انك تعرف العامل الحفاز ايه، المهم اكتب له عامل حفاز. يعني لو انك انت بقى عرفت، يعني قول الحمد لله انه ما طلبش منك اسم عامل حفاز، لانك معناها ان كل تفاعل هتعرف فيه العامل الحفاز هتنسى. اذا التفاعل هيتم بقى الكربون بيشيل الاكسجين ويخرج ويدي كربون مونوكسيد اللي هو اول اكسيد الكربون، والهيدروجين مع الهيدروجين يجمعوا بعض ويطلعوا على اي ثلاث جزيئات هيدروجين، لان كان هنا 6 ذرات هيدروجين، 2 في الميه و4 في الميثان، بقوا 6 جزيئات هيدروجين. وكربونه واحده في الميثان واكسجينه واحده في الميه يعطيني اول اكسيد الكربون. واول اكسيد الكربون ده المفروض ده جاز يا شباب. تمام. يبقى اذا لما بسخن الميثان في وجود بخار المية عند 750 درجة مع عامل حفاز بيعطيني أول أكسيد الكربون وثلاث جزيئات هيدروجين. ده هيدروجين طبعا أنا عارفين، وده أول أكسيد الكربون، الاثنين مع بعض خلطة أول أكسيد الكربون والهيدروجين، لأنه بيطلعوا ده غاز وده غاز فطلعين مخليط، ده بيسموه الغاز المائي. طيب ايه فايدة الغاز المائي؟ ايه استخدامات الغاز المائي؟ ايه اللي انا استفيده؟ ايه الناحية الاقتصادية؟ مادة مختزلة. طبعا الغاز المائي ده بيستخدموه في معامل الابحاث وتحضيرات المركبات كمادة مختزلة. يعني ايه بقى مادة مختزلة؟ عارفين الاختزال والاكسدة والاختزال؟ اكسدة يعني ايه؟ يعني انا طب والاختزال؟ اللي هو ده اخراج الاكسجين من المركب او ادخال هيدروجين. طيب استخدامات الغاز المائي، ماده مختزله وايضا تستخدم كوقود قابل للاشتعال. تمام يا شباب؟ يعني هل هناك مشكله؟ يعني عذرا بالنسبه للخطأ اللي في درجه الحراره، وان اول اكسيد الكربون ده جاز، اوعوا تنسوها ما تلخبطوش فيها، وإن شاء الله أراكم على خير في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.